مستشفى الآن. الولد اللي عمل نفسه ميت بعد ما تلقى 3 رصاصات. محمد مات، مات يا حبيبي، استاذ احمد كله محمد مات. يا مجاهد ما تخافيش حاجه. الله وبركاته محترمين اليوتيوب، الواقع ان ارتكاب امين شرطه في محافظه الاسكندريه يمكن جريمه لم تسطر قبل ذلك في التاريخ الاجرامي. اكيد القضيه دي احتلت السوشيال ميديا، واحنا بنناشد كل الناس انها تتكلم في القضيه معانا، علشان القضيه انتهكت جميع المعايير الاخلاقيه والعادات والتقاليد في المجتمع المصري. القضيه لسه ليها فيها اخبار كتيره جدا بعد ما استدل على القاتل وتم القبض عليه. تعرفوا يا ساده ان القاتل كان بيحاول انه يروح للمحامي، ايوه المحامي اللي هو طرف الزوجه اللي رافع عليه قضيه خلع علشان يقضي على حياته، لكن ربنا كاتب له عمر جديد. المحامي اللي متولى للقضيه علشان ما كانش موجود في المكتب. وايه اخبار تانيه يا استاذ مجدي؟ اقول لحضراتكم ان القاتل بعد ما فرغ من انهاء حياه 7 واعتقادا منه انه 8، لكن ياسين الولد اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتب الاسرار معاه في المستشفى الآن، الولد اللي عمل نفسه ميت بعد ما تلقى 3 رصاصات، 2 بجوار القلب وواحدة بجوار القلب و2 في قدمه، وهنا اعتقد الأب ان الولد ياسين توفى الله، لكن ربنا كاتب له عمر جديد. تخيلوا بقى ان القاتل بعد ما فرغ من انهاء حياة 7 وصل لحد مصيدلية واشترى قطر علشان ينهي حياته، لكن ما قدرش، صعبت عليه حياته وكمان ما صعبش عليه 7 أفراد. فرغ 30 طلقة وما شالش أو احتفظ بطلقة واحدة لنفسه يا سادة، علشان بيقول في التحيات إن أنا حاولت الانتحار، وكمان المحاولة اللي هو بيقولها في الاعترافات بتاعته كمان بيقول إن أنا رحت لحد السكة الحديد والقطر اتأخر كمان وكمان، فأكيد هو بيقول كده في الأقوال علشان يوصل للناس والترند والسوشيال ميديا إنه كان بيحاول إن ينهي حياته، لكن اتضح إن حياته عنده أغلى من أولاده والزوجة وكمان الجد والجدة، ده كله علشان خلاف ما بين زوج وزوجة ما رضتش ترجع له ورفعت عليه قضية خلع. فتعالوا معانا بقى، لكن لو وصلت معانا للفيديو ده والدقيقة دي ما تنسناش في الاشتراك وإن أنت تكون من ضمن أغلى الإخوة والأخوات في منصة أصل الحكاية. تعالوا ما نشوف اعترافات القاتل في النيابة العامة بتقول إيه. بتقول ما عرفتش أقطع شراييني والقطر ما جاش، تفاصيل المحاولتين لانتحار فاشلتين للمتهم في مذبحة الإسكندرية. هنقرا مع حضراتكم وصلة نيابة الرمل تاني بالإسكندرية تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام الأمين العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إن الزوج اللي أطلق فيه النيران على زوجته وأسرتها وأبنائه ما أسفر عن مقتل 7 أفراد. كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة في الواقع، استبين أن المتهم حاول الانتحار 2 مرات عقب ارتكاب الجريمة ومغادرة الشقة اللي هي محل الواقع. تبين من التحقيقات كمان اعترافات المتهم ياسر عين ح 40 سنة انه بالفعل توجه عقب الهروب من مسرح الجريمة الى صيدلية واشترى مشرط وحاول قطع شرايين يده للتخلص من حياته مع انه فشل، فيما ثبت من مناظرة جسم المتهم بالفعل وجود جرح في معصم اليد. اضاف المتهم كمان انه حاول الانتحار للمرة الثانية وتوجه الى شريط السكة الحديد لإلقاء نفسه امام القطار، الى ان المتهم فشل، قال ان القطر ما جاش. لا يا جماعة، ده هو كده حس ان الروح غالية، حس ان حياته مهمة بالنسبة له، وعلشان كده ارتدع وراجع عن محاولة الانتحار 2 مرات، لكن كانت حياة 7 أفراد والتامن اللي ربنا نجاه كانوا بالنسبة له يساووا بلاش. هنا اللواء محمد اللواء خالد البري مساعد الوزير مدير امن اسكندرية تلقى اختار من قسم شرطة الرمل ثاني بورود بلاغ من غرفة العمليات النجدة اللي يفيد فيها ان في شخص قتل افراد اسرته بشارع الكرامة اللي متفرع من شارع الترعة المردومة، والقضية دي اشتهرت على السوشيال ميديا بمذبحة الترعة المردومة. هنا طبعا في منطقة ابو سليمان انتقل ضباط مباحث القسم معاهم 4 عربيات اسعاف لموقع الحادث. تبين ايه من المعاينة؟ ان الشقة محل البلاغ
بالطابق الثاني علو بعقار مكون من ارضي دور ارضي وخمس طوابق علويه وتواجد سبع جثث، اثنين بالصاله واثنين بالمطبخ وثلاث اطفال بغرفه النوم، احدهما مسجاه على وجهها على الارض واثنين على السرير. هنا بسؤال الاهالي قرر ان المدعو ياسر اللي هو عنده 40 سنه قرروا انه تشاجر مع اهل الزوجه وسمعوا فعلا صوت اعيره ناريه قادمه من الشقه محل البلاغ، وهرب المتهم بعدها على طول. طبعا تم الاستعلام عن بيانات المتوفيين وتبين انها نورهان اللي هي زوجة القاتل ومحمد ابوها وسماح والدتها واحمد اللي هو شقيقها وابنها اسر واسير وعدي، فضلا عن الرابع ياسين اللي كان مصاب وجرى نقله الى المستشفى علشان يتلقى العلاج. هنا لما تمت المناظره للجثث تبين ظاهريا ان الزوجه في منتصف العقد الثالث من العمر اللي هي نورهان ترتدي كامل الملابس ومزجاه على وجهها بأرضية المطبخ وبها إصابات بالوجه عبارة عن جرح قطعي وإصابات أخرى غير ظاهرية. تبين تاني من فحص جثة شقيقها محمد الله يرحمه اللي هو أخذ 16 طلقة في الظهر وطلقة واحدة في الصدر، وتبين من هنا إن محمد ده كان بيحاول إنه يحمي ويدافع عن الأولاد الصغار. هنا طبعا عنده قطع متهتك باليد اليسرى ووالدتها بها إصابة بمنتصف الرأس وده نتيجة الطلقة، ووالدها برضو إصابة بمنتصف الرأس عبارة عن فتحة لدخول العيار الناري وإصابات أخرى وآثار دماء تدنو من أذن الوالد اللي هو أبو الزوجة من أذنه اليسرى. كشفت المعاينة أن الطفل الأولاني اللي هو آسر لقى حتفه إثر جرح ناري بالصدر، وشقيقته أسير جرح كمان بالصدر، والتالتة وعد بقى إصابة ظاهرية عبارة عن جرح ناري بالصدر. تبين من تقرير الطب الشرعي للطفل الرابع اللي هو ياسين اللي هو الناجي الوحيد وجود طلق ناري بالجانب الأيسر من الصدر وطلقتين بالفخذ الأيسر. جرى عمل إجراء تدخل جراحي ليه وحالته غير مستقرة للآن وتم تحرير المحضر. ومعانا برضو كمان أخبار مش هنقدر إن احنا نمنعها عن حضراتكم لأن احنا يمكن متضامنين في قضية جديدة شغلت القاسي والداني، قضية فعلا فعلا فيها جرم شيطاني، سبع أفراد يا مجرم، سبع أفراد والتامن كمان عمل نفسه ميت علشان مفيش يعني مفيش أي مظاهر ولا أي حركات تثبت عليه إنه صاحي، لأنه لو الأب مش هنقول الأب بقى المجرم لو تبين ليه إن ياسين لسه على قيد الحياة كأنها حياته كمان وكمان. وهنا طبعا استمعت النيابة العامة لأقوال المتهم وقررها تفصيليا ارتكاب الواقعة وإفراغ خزنتين من سلاحه على الضحايا بمجموع 30 طلقة ثم غادر الشقة. 30 تسيب واحدة لنفسك طالما انت بتقول ان انا كنت ناوي على الانتحار، سيب واحدة لنفسك واخلص لان انت كده كده ان شاء الله في حبل عشماوي قريب. فجر المتهم خلال اعترافاته مفاجأة من العيار الثقيل اقر انه عقب مغادرة مسرح الجريمة حاول الانتحار زي ما قلنا لحضراتكم بقطع الشرايين واشترى مشرط من اقرب صيدلية، لكن انهى كل حاجة عقب التخلص من افراد الاسرة وقبل القبض عليه انه فشل في حكاية الانتحار. النيابة العامة نظرة جثمان المتهم برضو وجدوا ان في اثار جرح بيده اليمنى عند منطقة الرأس. هنا طبعا يعني النيابة العامة والمباحث وكمان رجال الاسعاف يمكن كان دورهم بارز جدا 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 في وقت البلاغ اللي وصل من احد الاهالي، وهنا يمكن الوصف اللي احنا وصلناه لحضراتكم قبل شويه سؤال الاهالي اقرروا ان ياسر كان فعلا تشاجر مع الزوجة وهرب بعد ما اهتم واقعه. وبنأكد لحضراتكم في أقوال أخرى أن المتهم بعد ما شرع في قتل السبع أفراد توجه إلى المحامي اللي كان قايم أو موكل في قضية الزوجة بالنسبة لمحكمة الأسرة قضايا الخلع والطلاق علشان ينهي حياته، لكن عمره ربنا كاتب له عمر جديد ما تواجدش في ذات الشقة أو المكتب القانوني ليه. وهنا برضو المتهم كان في دماغه يمكن أفكار كتيرة جدا لأنه اتصل بوالدته وهددها وقال لها أنا جاي في الطريق علشان أخلص عليكي أنت وزوجك كمان، يعني أنت وزوجك اللي هم أبوه أبو المتهم نفسه، لكن سرعان ما تم القبض عليه من خلال متابعته من خلال جهاز اللاسلكي وتم تسجيل المكالمة بينه وبين والدته. والدته طبعا بعد ما قفلت معاه الخط يمكن اتصلت برجال الشرطة وتم القبض عليه، وما
بنأكد لحضراتكم ان المتهم ما سلمش نفسه يا سادة، لا ده تم القبض عليه. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، اتمنى تكون الاخبار كانت عند حسن ظن الجميع، وان شاء الله مجتهدين في جديد في قضية يمكن شغلت القاسي والداني وشغلت جميع المجتمعات العربية والمصرية، لان احنا كلنا دين واحدة. دمتم بخير، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.